فلا يمكن أن تترك البلاد بطريقة غير واضحة وغير معروفة الآفاق. أنا أتصور أن الرسالة التي أطلقتها القوى السياسية عبر تجاربها السابقة والآن هي رسالة طيبة لحد الآن، لكن ما زلنا أمام أهمية أن نكون على رشد أكبر وتقديم المصالح العراقية وإيجاد التوافقات اللازمة فيما بيننا وصناعة هذه التجربة التي يمكن أن تصنع الاستقرار ليس للعراق فحسب وإنما للمنطقة أجمع. أنا آمل في الواقع في الأيام القريبة القادمة، في الأسابيع القليلة القادمة، أن يكون هناك توافق يمكن أن يحصل ويمكن أن يدفع بعجلة التقدم في هذا البلد إلى أمام. طيب أستاذ الشحماني، هناك قلق أمريكي، هناك حديث عن امتعاض عربي أو لنقل بعض الأطراف العربية غير راضية ممتعضة من التحالف الجديد بين الائتلافين، كيف ستتعاملون مع هذه التحديات في المرحلة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الامتعاض العربي اصلا من اول كان الامتعاض العربي وعدم الرضا، هو متى رضت رضى العرب على التغيير بالعراق وعلى مسار الحكومه ومسار العمل ومسار التغيير؟ هم من الاول غير راضين، فالامر لم ياتي بشيء جديد، الا ان علينا احنا كقوى سياسيه ونمثل الجماهير علينا ان نعمل جهد الامكان الى إيجاد توافقات في المنطقة على أنه نطمن الآخرين، أن نزيل القلق أو إن كان هنالك شيء يقلقهم منا. بصراحة هم هذا الموضوع بالأصل هم رافضي وبالأصل هم سلبيين من عدة، وأثبتت التجربة كثير من المواقف للأسف الشديد. وأما أنه يعتبر اصطفاف وليس اصطفافا جديدا، وإنما هو هذا مكون الشعب العراقي، الحياة حكمت هكذا يكونون الشيعة هم الأكثر في العراق، الحياة حكمت هكذا أن يكون هنالك أكراد ويتوافقون مع هؤلاء الشيعة، وهنالك سنة موجودون هنا وهناك مع القائمة الائتلاف، فهذه التشكيلة هي تشكيلة عراقية. أما لا يرضى الآخر فهذه مشكلة الآخر أن لا يرضى. ما علينا ما هو الضرر في اتفاقنا، ما هو الضرر في أن نكون تشكيلة موحدة متفقة تعالج قضايا البلد، ولم نسمع هنالك تصريحات واضحة يعني من الطرف الأمريكي بهذا الاتجاه كما سمعنا من الطرف العربي الآخر. المشكلة هي مشكلتنا احنا بالعراق، المشكلة احنا نحلها. يعني افترض الان ما قبلوا واحنا بقينا هذه الوجودات الكبيرة مثل ائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون والأكراد، كيف بالإمكان أن تشكل حكومة؟ كيف بالإمكان أن ينتخب رئيس؟ كيف بالإمكان أن يشكل رئيس ينتخب رئيس البرلمان؟ المهم هو أن يكون توافقا عراقيا، أن يكون قبولا عراقيا، أن يقتنع العراق الآخر أن عليه أن لا يلتفت ولا يسمع الآخرين، بل ما علينا مع محيطنا، ما علينا مع العالم، أن لا نكون أمة مقلقة ومعتدية للآخرين كما كان النظام السابق، نظام الدكتاتور نظام صدام حسين يعتدي على الجيران ويهدد أمن المنطقة. نحن ما لهم علينا أننا لا نقلقهم أمنيا ولا نكون أرض مساحتها مفتوحة لتهديد أمن اقتصادي أو أمن عسكري أو أي شيء يضر بمصلحة تلك البلاد. هذا ما لهم علينا أن لا نتدخل في شأنهم، وما لنا عليهم أم لا أن لا يتدخلوا في شأننا. أما أنه يرضون أو لا يرضون فهذه القضية لهم تعنيهم هم. مؤلم جدا على السياسي العراقي يبقى للأسف الشديد صاغيا لرضا الآخر وقبول الآخر وعدم قبول الآخر. لما لا يحترم نفسه بشكل كبير كما هم يحترمون أنفسهم ولا يقبلون أحد أن يتدخل في شأنهم أو يعلق على خصوصياتهم أو يرضى أو لا يرضى؟ هذا مؤلم كبير جدا. أنا أقول ما هذا أمر معيب جدا، رضوا أو لم يرضوا، المهم عليهم أن يقولوا في عملكم في داخل العراق أن لا تقلقوا جيرانكم ولا تعتدوا على حقوق الآخرين ولا مصالح الدول في المنطقة أو المحيط أن تعتدون عليه. هذا ما لهم علينا. أما كيف نتفق وكيف نختلف هذا شأن داخلي، هل نتدخل في شؤونهم الداخلية؟ هذا مؤلم جدا. وأنا قلت في بداية الحديث هو أصلا الدول العربية لم تكن راضية بالتغيير على الإطلاق، رغم كانت هي منزعجة من نظام صدام حسين،
وكان مؤذيها نظام صدام حسين، إلا أننا لا نجد تبريرا واقعيا ومنطقيا ومقبولا، ويؤسفنا أن نطلقه أمام الإعلام. أنا أقول هم توجههم طائفي ضدنا، ولا يوجد أي سبب آخر. الشيعة لم يعتدوا على الوطن العربي، ولا لم يعتدوا على في أي بلد من بلدان العالم، ولم يكن في ثقافتنا الدينية ولا السياسية أننا أمة إرهابية ونعتدي ونفجر ونقتل، ولم نمارس أي ممارسة ضد أي بلد عربي. المشكلة أننا محاربون من قبل هؤلاء إلا لأننا شيعة. مشكلتنا احنا في المنطقه شيعه. انتم كنتم منزعجون من نظام صدام حسين، واليوم اتى التغيير بعمليه ديمقراطيه تسمح للجميع بالمشاركه. هو هذا الرفض. هم يتهموننا بالطائفيه، وهم فعلا يعاملوننا بطائفيه، يرفعون شعار القوميه العربيه ويعاملوننا بالطائفيه. مشكلتنا احنا العراقيين نقع بين فكين حقيقة، فك صعب جدا. يعني المحيط العربي لا 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 يتعامل معنا عربيا، ويتعامل معنا طائفيا، ويتهمنا احنا بالطائفية. يعني الحل الوحيد، ماذا يريدون منا؟ ان نتخلى عن نعم استاذ الشحماني الديني. هذا نعم كلام غير استاذ الشحماني، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. آسف للمقاطعة، انتهى وقت هذا اللقاء. الأستاذ عدنان الشحماني، عضو ائتلاف دولة القانون، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لكم. كما نشكر الأستاذ صلاح التكمشي الباحث والإعلامي العراقي، كان معنا من لندن، وكل الشكر والتحية لسماحة الشيخ حميد معلا، عضو الائتلاف الوطني العراقي، كان معنا من بغداد أيضا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، في أمان الله.